مرحبا، يعطيكم العافية. معكم الدكتور طلال النحلاوي، أستاذ مساعد في قسم مداومة الأسنان. اليوم محاضرتنا Direct Composite Obstruction، Direct Composite Veneers الجزء الثاني. سبق حكيت أنا بالجزء الأول على الاستطبابات، مضادات الاستطبابات وبعض الاعتبارات التشخيصية الخاصة بإنجاز الوجوه التجميلية. اليوم محاضرتنا راح تكون عبارة عن إنجاز وجوه الكومبوزيت المباشرة كتكنيك بشكل واضح ومن خلال طرح عدة نقاط فيما يتعلق بمراحل إنجاز وجوه الكومبوزيت المباشر. هنحكي مباشرة على التقنية، على Direct Composite Veneers، وحأبدأ بحالة التقنية الجزئية. هلا هون شايفين واضح معنا حالة سريرية لوجوه منجزة سابقا وأوفر كونتور من ناحية جمالية غير جيدة، تم إزالتها. هلا كان منجز الوجوه دون تحضير، يعني بريبلس، فمثل ما قلنا لكم الوجوه المنجزة بشكل غير محضر بتكون مشكلتها الأساسية البروز لها، اللي هي ممكن تكون مزعجة تجميليا، بالإضافة إلى احتمالية سقوطها وعدم ارتباطها بشكل جيد، لأن الطبقة السطحية من المينا غالبا بتكون هي طبقة لا موشورية غنية عالية التباعد، فيكون الارتباط معها أضعف مقارنة مع أي سطح تم تحضيره سابقا. شايفين البقع الثلجية اللي هي بتعبر عن نقص تكلس المينا الموجودة بالحالة مثل ما كنتم شايفين. تحضير الوجه الجزئي هو غالبا ما له نمط محدد، انما يتبع الشكل او الامتداد للآفة سواء النخرية او الآفة المتلونة. طبعا مثل ما احنا شايفين الجهة اللي على اليسار هي الحواف مانا مضبوطة بشكل جيد، انما على اليمين الواي هي بتكون محبزة بشكل شامفر أكثر. فنحن بنحضر ضمن الآفة، بنزيلها، بنخلي على شكل شامفر مشان نقدر نحن نقدر نعمل ترميم بشكل واضح، وبعدين ننجز الترميم ونعمل له إنهاء وترميم بشكل جيد. هنشوف عندنا مثال على حالة سريرية من دكتور جوردن كريستنسن. هون شايفين ضياع مادي جزئي في منتصف السطح الدهليزي ثانية سفلية، طبعا عملية تخشين. وهون بننتبه لاستخدام السنابل الماسية، لأنه السنابل الماسية بتلعب دور هام جدا في تخشين السطح المينائي المشطوب. هذا حيعطيني إمكانية كتير جيدة من أجل حصول على ارتباط جيد. طبعا دائما استعمال السرعة العالية يجب أن يتبع باستخدام إرواء مائي غزير، هون يمكن لأغراض تصوير، زائد في ما نكون شايفين هون الدكتور عم يوصل للتيار هوائي، بما انه ما انه مكشوف معنا العاج، فممكن تخفيف الحرارة بهالشكل على المينا فقط، ولكن دائما الافضل انه نحن نستخدم الارواء المائي لتخفيف الحرارة بسرعة التوربان. اذا عملية تخشين لحواف الآفة اللي هي موجودة، الآفة نقص التكونية على سطح المينائي، بعدين نعمل عملية تخريش الحمضي باستخدام حمض الفوسفور. طبعا الارتباط هون بيكون كتير جيد لانه احنا خشنا السطح، وبنفس الوقت عم نستعمل معنا عاج، عنا مينا، حنستعمل حمض الفوسفور، ما حمض الفلور، حمض الفوسفور تركيز 37% او 35% من اجل استخدام تقنية التخريش الكامل. طبعا انا ما بنصح ابدا نطبق حمض التخريش معنا شايفين بالصورة بدون عزل الاسنان المجاورة، لانه اذا ما عزلنا الاسنان المجاورة حنخاف الحمض التخريش يجي على الاسنان المجاورة، بالتالي حيعمل خسف بالأملاح المعدنية على الأسنان وما في داعي له صراحة. نعمل عملية الغسل بشكل جيد ونزيل الحمض ونجفف بشكل جيد جدا مع بعد الغسيل الحصول على المنظر الطبشوري، بعدين تطبيق المادة الرابطة. مثل ما قلت لكم نفضل عزل الأسنان المجاورة تجنبا من تخريشها أو المادة الرابطة تجي على المادة السن المجاورة. طبعا نحط المادة الرابطة نفضل نفرشها بالهواء لحتى نطاير السولفنت ما تكون شايفين، ونحصل على طبقة رقيقة، وبعدين نعمل عملية التصليب الضوئي للمادة التجميلية، وبالتالي الطبقة السطحية مثبطة بالأكسجين بتكون جاهزة لوضع الترميم. هلا هون تم ترميمها، دكتور رممها بشكل كامل بالفلو وبالكومبوزيت،
بالكومبوزيت السيال فقط، لانه صراحه الديفكت هو لوكالايزد واحنا وعندنا ديتيلز كثيره، فنحن بحاجه لماده سياله تندخل بالتفاصيل. وهلا لازم نعرف انه صار عندنا الفلو بالكومبوزيت متطوره بشكل كثير كبير، صرنا قادرين بهالفلو بالكومبوزيت وخاصة النانو فيل فلو بالكومبوزيت يقدر يعطيني ناحية جمالية جيدة جدا. وهون أنا فلو بالكومبوزيت بعرف أنه خواصه الميكانيكية ضعيفة، وبالتالي ما عندي مشكلة أني طبقه بهذا المكان، لأنه أساسا ما عندي قوى إطباقية، يعني السن ما راح يتعرض لقوى إطباقية، لكن بأخذ وقتي بشكل كافي لتحقيق الأدابتيشن الجيد للفلو بالكومبوزيت على السطح الدهليزي للسن منشان يمتد بشكل جيد. بعدين بنعمل عملية التصليب الضوئي بالزمن المقترح من قبل الشركة الخاصة بالكومبوزيت اللي عم نستعمل. الانهاء والتلميع هام جدا، واذا ما بينجز بشكل جيد فهو رح يؤدي الى تلون لاحق. استخدام اقراص زجاجية مناسبة جدا، مثل ما احنا شايفين هون عم يتم استخدام اقراص زجاجية سوفليكس لقياس الكورس او الخشن وبحركات ضربات متعددة. استخدام التورباين هو من اجل بعض الزوايا الشؤوذات الزايدة، الحصول على زوايا معينة، العلاقة الزاوية الخطية الانسية الدهليزية الانسية والدهليزية الوحشية. بعدين استخدام رؤوس المطاط مثل ما لكم شايفين بالكبس لحتى تقدر تفوت بالمناطق ما بين الأسنان، تقدر تعطيني الفينيشينج الجيد بشكل ممتاز. وطبعا نستخدم رؤوس مطاط متدرجة الخشونة من أجل الحصول بالنهاية على اللمعة الجيدة والفينيشينج الجيد لحتى يقدر يعمل لي بوليش ريتنشن وما يتلون عنا السن، وبالتالي احنا نكون عالجنا هذا الديفكت اللوكالايز ديفكت مثل ما حكينا على سن واحد بالوجه المباشر، الوجه التجميلي المباشر الجزئي طبعا. اما بالنسبة للوجه الكامل، النقطة هي على شكل التالي: عندي انا آفة متوضعة على سطح الدهليزي بشكل كامل، ونحضرها بشكل window preparation. حكينا انه window preparation هو لا يشمل ازالة الحد القاطع، وبالتالي يبقى الاطباق عندي من الناحية اللسانية ملائم. طبعا نحن بنحاول نشيل نصف تخانة الميناء تقريبا، بيكون عندنا التحضير تقريبا بين 0.5 ل 0.75 ملم حسب مكانه، هل هو كان بالمنطقة التاجية او المنطقة العنقية. هذا طبعا في المنطقة التاجية، وبنروح باتجاه المنطقة العنقية بيكون عمق التحضير بين 0.2 ل 0.5. اذا نحن كمية الازالة من الميناء في المنطقة العنقية هي بتكون اقل من كمية ازالة الميناء في المنطقة التاجية، وهذا شيء منطقي وشيء صحيح، والهدف منه انه نحن لانه بنعرف انه كمية الميناء بالمنطقة العنقية بتكون اقل، وازالة الزائدة منها ممكن يؤدي الى عدم زوال الميناء بشكل كامل، وبالتالي ينخفض الارتباط معنا بشكل كثير كبير. شايفين هون من شكل واضح معنا كيف انه فخانة التحضير بالمنطقة العنقية بتكون او كميه الازاله المنطقه العنقيه بتكون اقل 0.5 0.2، هون بين 0.5 0.75 كميه اكبر منطقه التاجيل، انا عندي كميه اكثر. ويندو بريبريشن ما بناخذ الحد القاطع مشان نضل اطباق مثل ما احنا شايفين على اسنان واضحه. طبعا نحن لما بنعمل شامفر واضح هذا رح يسمح لي بتوضع الحواف بشكل جيد وضبط لانهاء الاجراءات الانهاء والتلميع بشكل جيد، ومعرفة وين المنطقة اللي انا بدي انتهي فيها. طبعا وانا بنتهي حوافي من الجهة الملاصقة ما قبل نقطة التماس، يعني ما بدخل على نقطة التماس، انما ما قبل نقطة التماس بينتهي انا عندي التحضير انسيا وحشيا، الا اللهم اذا كان عندي فراغ ما بين الاسنان، ساعتها انا من اجل تصحيح الدياستيما انا منهي حواف تحضيري حنكيا مثل ما احنا شايفين هون. اذا لما يكون عندي نقاط تماس واضحه بيكون ما قبل نقاط التماس ينتهي تحضير الوجه التجميلي، انما اذا كان عندي فراغ ما بين الاسنان بيكون التحضير يشمل المنطقه الحنكيه من اجل الحصول على ناحيه تجميليه جيده للاسنان. بالنسبه للعمق، بالنسبه للعمق التحضير، وطبعا ينصح بهذه الطريقه في بدايات من اجل الحصول على خبره كافيه اثناء التحضير، لانه نخشى احيانا من ازاله زائده من النسج السنيه، وبالتالي يدفع هذا اذى للناحيه الجماليه للاسنان. فعندنا شيء اسمه الانترا انيمال بريبريشن او عمق، يتم تلوين الاسنان مثل ما احنا شايفين
بلون معين مغاير، بعدين بنجيب سنابل التحديد العمق او بنسميها depth cutters اللي عندنا ال LVS1 وال LVS2. ال LVS1 هو بيكون تعطيني 0.5 ملي وال LVS2 0.3 ملي، وبالتالي ال LVS2 تستخدم لتحديد العمق في المنطقة العنقية، وال LVS1 تستخدم لتحديد العمق في المنطقة التاجية، لأنه احنا مثل ما حكينا سابقا نستهلك من التحضير تاجيا أكثر ما نستهلك من التحضير عنقيا في الحفاظ على ثخانة مينا. إذا مثل ما احنا شايفين هون حضرنا حسب كل وحدة ومكانها، المناطق العميقة بتكون ملونة نقوم بتلوينها بلون مغاير، الهدف الهدف هو إعطاء اللون مغاير للمنطقة العميقة، وبالتالي بعدين لما بنحاول نزيل اللونين سوية من خلال سنابل التحضير نحن بنكون متأكدين تماما انه ما جاوزنا بتحضيرنا المنطقة المحددة اللي هي 0.5 المنطقة العنقية و 0.5 المنطقة التاجية و 0.3 المنطقة العنقية. المنطقة الأنسية الوحشية ننتبه انه نحن نشمل جميع سطح الدهليزي بهذا الشكل، بيسموه بعض المراجع الدوغ ليج، يعني منشان نقدر نغطي وخاصة في مناطق الأسنان المتلونة خوفا ما انه يصير عندي انا اي اصابة او ناحية تجميلية من الجهة الملاصقة غير مرغوب فيها. طبعا ننتبه لموضوع تبعيد اللثة وموضوع علاقة الحواف العنقية، نرجع نقول حد لحد لما بيكون احنا بحاجة انه نوصل للحواف اللثوية تماما، لما نحن بنكون عم نغير اللون ننزل تحت اللثة فقط لما يكون عندي آفة نخرية، وإذا قدرنا دائما نضلنا فوق اللثة هو بيكون الخيار المحبذ لدينا. بالب بروتكشن أو الحماية اللب صراحة لا وجود ولا ضرورة من أجل حماية اللب في هذا الأنماط من التحضير. ليه؟ لأنه نحن مثل ما بنعرف انه نحن لا يحصل لدينا انكشاف عاجي، وبالتالي نحن بعاد جدا عن اللب وما في حاجه لنعمل اي تطبيق لماءات الكالسيوم. في حال انكشاف جزء من السطح العاجي فالارتباط او تطبيق ماده رابط على الجزء المنكشف هو كفيل بحمايه العاج من هون للجلسه الجاي، بعدين بنطبق الربط او اذا كنا عم طبعا نحن عم نشتغل هذا بشكل غير مباشر، يعني عم نحضر وجه لتحضير غير مباشر، انكشف العاج يفضل وضع مادة رابطة على الجزء المكشوف، ناخذ طبعة ونبعث المخبري وبعدين نعمل إجراءات الإلصاق. أما إذا صار انكشاف للعاج نحن نعمل مباشر، فهو باي ديفولت لما أنا بتحط الترميم المباشر سيقوم بتغطيته بالمادة الرابطة، وبالتالي ستغطى هذا العيب الذي حصل لدينا. الإيرود التوس ما حكينا كمان أيضا شكل أشكال، بهيك حالات نحن بصراحة يفضل بهيك حالات إزالة جزء من الحد القاطع. هلأ نحن حكينا عن نمطين، نمط الويندو ونمط الانسايزر الأوفرلاب، في عندي نمط آخر أيضا هو البط جوينت. البط جوينت أو لما منقص نحن الحواف القاطع قطعا فقط، يعني نحن ما منعمل تغطية الناحية الحنكية إنما يتم قطع الحواف القاطعة وإجراء حشو تجميلي مشان الناحية الجمالية بدون ما نعمل انسايزر الأوفرلاب، حتى هي منخفف منها بتماس المادة الترميمية مع الأسنان المقابلة لديمومتها بشكل أفضل. فبنلجأ لها لما بيكون عندنا خلل مثل ما لكم شايفين بالحد القاطع مثل ما أو بدون حاجة للإطالة، إذا كنا بدنا نطول فنحن مضطرين نعمل incisor overlap لحتى نكون عندنا الحواف وخاصة بالترميمات غير مباشرة مضبوطة بشكل أفضل. بدنا نخرج المينا، برجع بقول دائما نعزل الاسنان المجاوره، نطبق اوتاد خشبيه خوفا مع انه نحن نطبق حمض التخريش على السن المجاور التالي يخسر من تمعدنه، وهذا الشكل غير مرغوب فيه ابدا ابدا، يجب عزل الاسنان المجاوره بشكل جيد. طبعا كل سن يفضل ترميمه بشكل مفرد، يعني بخلص ترميم اول سن بنصلبه بعدين بنلجا لترميم السن الآخر وهكذا. الكومبوزيت يتم وضعه على طبقات، ودائما احنا بنأكد على انه الترميم على طبقات هو الهدف منه، الترميم على طبقات التأكد من تبلمر كل طبقة، وهذا البلمرة وطبعا نقدر نعمل شيء اسمه الهايرينج والكولورينج. الكالرينج اللي هي نقدر نحن خاصة هلا نحكي على موضوع الكالر ماب،
نقدر مثلا انه اللون بالمنطقه العنقيه قد يكون مختلف عن اللون في المنطقه التاجيه، وبالتالي نقدر نعطيه الجماليه الجيده للاسنان المرممه بالوجه التجميليه، ليس فقط من خلال طبقه واحده بلون واحد، فهذا الشيء غير مرغوب فيه. شايفين هالحاله، وجوه جزئيه بعد تحضير وازاله الافه النخريه، العلاقه الحفافيه اللثويه، العلاقه بامتداد النخر، العزل الاسنان المجاوره خوفا ما يجي حمض تخريج، وهي مثل ما احنا شايفين بعد الانتهاء من وجوه الكومبوزيت الجزئيه. في عندنا جزء او نقطه نحن بنحب نناقشها اللي هي الكلر موديفايرز او معدلات اللون. مثل ما حكينا انه نحن غالبا بنكون عم نعالج عيب له علاقه بتلون الاسنان، فنحن النتيجه النهائيه بحاجه تكون طبيعيه بشكل كتير كبير، فلما بنرمم الكومبوزيت على الطبقات نحن بيعطينا مجال انه نحط طبقات والوان مختلفه للحصول على ناحيه تجميليه جيده. ايضا ممكن الجاء لبعض الامور اللي تعطينا نتائج جماليه ممتازه من خلال اضافه بعض الملونات. الملونات قد تكون بقع ثلجيه، الملونات قد تكون منطقه برتقاليه عند المنطقه العنقيه، تنت ازرق، او نقول الملونات التنت. طبعا هي ملونات الهدف مثل ما حكيت تعطيني الناحيه الجماليه النهائيه، ولس نقطه كثير مهمه انه لا توضع كاخر طبقه، يعني هذه الماده الملونه توضع ك ك ك كطبقه قبل اخيره، لانه اذا حطيتها كطبقه اخيره ممكن هذا الشيء يؤدي الى انه يحدث عندي تلون، وهذا التلون انهاء التلميع رح يزيل هاي الطبقه، وبالتالي ما بستفيد من اضافتها بشكل نهائي. طبعا تختلف وضعها من اختلاف العمر، مثل ما لكم شايفين هون الكلر موديفايرز بالنسبه لليونجر بيشنتس من بعد عن المنطقه العنقيه هي عباره عن مناطق برتقاليه تضع بهذا الشكل، ممكن بعض اللون البني في المنطقه العنقيه، اللون الازرق والكلير ترانسلوسنسي مشان يعطيني شفافيه عند الحد القاطع، وخاصه لما بكون عامل بات جوينت او انسايد الاوفرلاب. بالنسبه للادلتس الاكثر عمرا لاحظوا كيف بلش تمتد وتتصل المنطقه الاورنج وتروح باتجاه المنطقه العنقيه، المنطقه البنيه زاد مكانها، صار في عندي انا مناطق دارك بتوين الماميلونز والسخانه او الحد القاطع صار اقصر وشفافيه قلت اللون الازرق. بالنسبه لل عفوا الاول بيشنتس لاحظوا هون المنطقه الحد القاطع صار عندي مسحوب بشكل كامل، ما في داعي نحط منطقه شافه، منطقه الاورانج زادت بشكل اكبر، انتشر الاورانج على كل المنطقه، صار عندي عند الحد القاطع دارك براون يعني ازرق بني، اصلا عفوا بني غامق، ممكن ايضا بعض النقاط الزرقاء والحمراء والشفافه في المناطق المتوسطه. هي هي الكالر موديفايرز طريقه توزيعها فيما يتعلق باختلاف عمر المريض. الاختلاف كثير هام بعمر المريض لاعطاء الناحيه الجماليه الملاسمه لعمر المريض ما يتوافق مع التغييرات اللي ممكن تحصل على الاسنان. طيب نقطه اخرى هامه اللي هي مثل ما حكينا الماميلونز، الماميلونز نحن بنعملها اللي هي الفصوص العاجيه بنقول عنها بالترجمه باللغه العربيه، اللي هي علاقة المينا مع العاج لتعطيني هالمنظر الجمالي الحلو اللي بدنا اياه. هي حالة عم نشوفها لوجه تجميلي تم انجازه على رباعية، حالة للدكتور كنعان الياس، انجزت على السطح الدهليزي للرباعية العلوية. طبعا سن معالج لبيا، بهيك حالات لازم تعرفوا انه الخيار الاول بيكون عنا ونتجه له دائما من خلال اجراء التبييض الداخلي. التبييض الداخلي هو الخيار الملائم والمناسب لإجراء الوجوه التجميلية على الأسنان المتلونة بعد المعالجة. طبعا التبييض لتلون الأسنان بعد المعالجة اللي هو الخيار الأفضل من الوجوه، لكن لما بيكون المريض ما عنده الوقت الكافي ممكن نلجأ للوجوه التجميلية المباشرة أو غير المباشرة. بهالحالة هون تم إجراء وجه تجميلي مباشر، لكن لازم نعرف أنه بحاجة نحن لأوباكرز أو ملونات لحتى تخف تحجب لي لون السن الغامق. هي السن بعد التحضير وشايفين لون العاج كيف هو متلون، وهون الدكتور تم وضع مثل ما شايفين فلو اوباك الكومبوزيت الفلوبل اللي هو اوباك اللي بيحجب لون العاج الاسفل، وحاط لاحظ كيف الماميلونز المعموله هون بهذا الشكل، والتنت البرتقالي عند المنطقه العنقيه لاعطاء الناحيه الجماليه، وهذا الوجه التجميلي بعد الانهاء والتلميع. كيف لاحظنا انه الوجه قدر يعمل ماسكينج للكلر
اللي هو مغطي أسفله لحتى يقدر يعطيني الناحية الجمالية الجيدة. الإنهاء والتلميع هام جدا وضروري جدا، يفضل انتظار 10 دقائق بعد التصليب الضوئي، لأنه خلال العشر دقائق يرتفع degree of conversion والتحول، وحنحكي على هذا الموضوع إن شاء الله في محاضرة التصليب الضوئي. بنستنى 10 دقائق بعدين بنبلش بعملية الإنهاء والتلميع واستخدام السنابل التوربينية من أجل إزالة المناطق الشائسة. برجع بقول لا نبالغ في استخدام السنابل التوربين في الإنهاء والتلميع، لأنه هذا الموضوع ممكن يؤدي إلى إزالة من النسج السنية أو إزالة من الطبقات اللي أنا حطيتها كرمال أقدر أعطي الناحية الجمالية جيدة. طبعا استخدام أقراص، والأقراص شايفين كيف إيدنا عم نحركها بشكل مايل حتى نعطي الزاوية المحورية الدهليزية الأنسية أو الوحشية. وكمان أيضا ننتبه لاتجاهات الوجه فيما يتعلق لسويا بشكل قاطع، لأنه ما بيكون بشكل مستوي إنما هو بشكل محدب لحتى يعطيني الناحية الجمالية المرغوبة. ممكن نعمل depressions أو انخفاضات معينة في السطح الدهليزي بشكل يتلائم مع انكسار الضوء لإعطاء الناحية الجمالية الجيدة، وباستخدام الأقراص الزجاجية وتدوير الزوايا وإعطاء الناحية الجمالية المرغوبة لدى المريض. ومنرجع متذكر لومباردي سكيل لما حكينا بالنواحي التجميلية كيف إنه الزوايا الحادة غالبا بتكون بالنواحي الذكورية، والزوايا المدورة غالبا بتكون باتجاه الأسنان عند الإناث. مثل ما قلنا الديبريشنز ممكن يكونوا بهذا المناطق، فبالتالي لما بيجي الضوء بيصير بيلمع السن هون، بيلمع هون هون بيلمع، لكن بهالمنطقة لا يلمع، وبالتالي بيعطيني المنظر الجمالي. وبنعمل هوريزونتال جروفز أو البريكيماتا، تقليد للبريكيماتا، بنشتغل بالتورباين وبنعمل مثل تحزيزات أفقية لحتى نقلد البريكيماتا المينائية. وبنتذكر كمان النواحي التجميلية أنا نقط التماس ما بين الثنايا تشكل 50% من طولها، ما بين الثنية والرباعية 40%، ما بين الناب والرباعية تكون 30%. كل ما نقطة التماس تتجه نحو المنطقة اللسوية، وبالتالي الانسايزال امبرشر كلما اتجهنا من الناحية الخلفية تكبر، والجنجيفال امبرشر كلما اتجهنا من الناحية الخلفية تصغر، وهذا بسبب نقطة التماس التي تتجه عنقيا. لومباردي سكيل بذكر فيه الثنايا تعبر عن العمر، فالزوايا الحادة ايضا او الاسنان المسحوله هي تعبر عن المتقدمين بالعمر، الرباعيات عن الجنس، كل ما تدورت الزوايا كل ما اعطى فكره اكثر انه الاناث، كل ما كان زوايا حده كل ما كان ذكور، وكل ما كان السطح الدهليزي محدب للانياب كل ما اعطى هذا شخصيه ناعمه، كل ما كان مستوي كل ما كان اعطى شخصيه قويه وحازمه. طول العرض السن او عرض لطول السن 95 ل 80% هي النواحي الجماليه اللي لازم نتاكد منها دائما. ميلان محاور الاسنان هام جدا، عرض الاسنان بالمنطقه الاماميه والوسطي تبعه تقريبي. ايضا الوجوه التجميليه ممكن تلعب دور مثل ما حكينا، وتذكر ورجيتكم الحاله بالمحاضره الماضيه على الرباعيات اللي هن متراكبين على الثنايا بشكل بسيط، فنحن ممكن بهيك حالات انه نشيل من الرباعيات ونضيف على الثنايا، وبالتالي نقدر ناخذ ناحيه جماليه بدنا اياها مثل ما تكون، او احيانا ممكن ما نضيف اذا كان التراكب بسيط، هو عباره عن اضافه فقط على الثنايا فقط تكون هي حلا للمشكله. ايضا ممكن يكون التراكب مختلف او اكبر، فهيك بهيك حالات مثل ما شايفين هون عندنا تراكب، فنحن أزلنا من منطقة وأضفنا من منطقة لحتى نحصل على الناحية الجمالية المرغوبة. فيما يتعلق بالبروز الدهليزي اللساني أيضا حالة أخرى بنفس المفهوم، قد يكون التراكب شديد أكثر، فممكن أحيانا نشيل من منطقة دهليزية نضيف من منطقة لسانية أنه تمت إزالة، فخوفا من أنه السن يصير رقيق، ويضاف أيضا من جهة أخرى من أجل إعطاء الاستواء. ومثل ما قلنا استطبابات الوجوه بتكون من خلال تعديل سوء الارتصاف البسيط لدى الأسنان. طبعا أيضا تصحيح العلاقة العمودية، تصحيح العلاقة العمودية للأسنان أيضا اندرج ضمن هذا الإطار. تطويل الرباعية أو تقصير الرباعية، كلنا بنعرف إنه الثنايا على الحد القاطع بيكون على نفس سوية الأنياب، الرباعيات تكون منخفضة قليلا، وايضا علاقه ذات الشيء العلاقه العنقيه. اذا ممكن نلعب دور انه نقصر الرباعيه ونقص اللثه حتى يصير توافق مثل ما لكم شايفين، او نطول نقص شوي ونطول شوي
بحيث انه نقدر نعطي الناحيه الجماليه المرغوبه والمطلوبه. دائما دائما الثنايا اطول من الرباعيات، عنق الثنايا اطول من الرباعيات، هذا الموضوع كله لازم يؤخذ بعين الاعتبار. هلا بالنهايه حعرضكم بعض الحالات السريريه. هي حاله لمريض عنده تصبغ مثل ما احنا شايفين بالاسنان، تلونات وعنده فقد بالاسنان، تم اجراء جسور على المنطقه الخلفيه ووجوه كومبوزيت مباشره على الاسنان الاماميه مثل ما لكم شايفين هون. اذا بعد انجاز الوجوه وبعد التعويض بالتيجان بلاحظ ممكن تعطيني خيارات تجميليه جيده، ايضا وجوه تجميليه مباشره وتم وضع الفلو اب باك لحجب لون الاسنان والترميم مباشره مثل ما لكم شايفين. ايضا حاله اخرى شايفين انه عندنا فراغ ما بين الثنايا، السبب هو فقدان الرباعيات، مريض كان مراجعني وما له حابب يعمل تقويم. طبعا الحل المثالي لهيك حاله بفقدان الرباعيات، لانه بس تفقد الرباعيات بتصير الثنايا تاخذ راحتها وبتبعد عن بعض، بصير عندي دياستيما، فالناحيه الجماليه بتكون سيئه صراحه. بهيك حالات يفضل تطبيق الحاصرات واجراء تقويم هون وتقريبا تقويميا، خلق فراغات للرباعيات واجراء زرعات. لكن احيانا المريض ممكن ما يوقت ما يسمح، فممكن تعريض الاسنان وتحويل الانياب لرباعيات والضواحك تعد كانياب، فبالتالي ممكن نحل المشكله التجميليه نوعا ما، ممكن تبريز الثنايا احيانا واعطاء الناحيه الجماليه. حاله اخرى الدكتور غيث ابرش، تراكم رباعيه على سنيه وبعد الوجوه التجميليه، وهي الحاله مثل ما انتم شايفين فراغ ما بين الاسنان والتحضير والتخشين بالتوربين لاجل الحصول على سطح خشن، استخدام بعض شرائط السوليد الخاصه اللي بتعطيني الكونتور بنفس الوقت نقطه التماس، اجراء التصليب الضوئي لتثبيتها في مكانها بوضع كميه قليله من الفلو بالكومبوزيت، وهون شايفين ايضا وضع الترميمات نقطه التماس، متابعه الترميم بطبقات، وجه تجميلي وبنفس الوقت اغلاق المسافات ما بين الاسنان والتصليب الضوئي اللي انتم شايفينه، وبعد ازاله الشريط السوليدي ممكن نستخدم بعض الاوباكرز لاخذ التصوير يكون واضح بشكل جيد، والانهاء والتلميع لا نبالغ دائما باستخدام السنابل مثل ما انتم شايفين. حالة أخيرة ترميم واسع، تم تصحيح الحد القاطع، أخذ طبعة لإجراء indirect mock-up. indirect mock-up من أجل طبعا الهدف أنه هون نحن رح نعمل ترميم بالطبقات، والترميم بالطبقات رح يخلي عندي نقطة كتير مهمة، أنه أنا لما بدي رمم ترميم بعدة طبقات أنا أقوم بإيجاد توليفة معينة وتلوين معين من خلال تطبيق عدة طبقات، الهدف منها أنه أخذ ناحية جمالية نهائية. إذا عملت هاي التوليفة وبالأخير المريض قلت له افحص الأطباق وكان في تداخل أطباقي اضطرني أني أنا أزيل من هذه المادة المرممة، فهذا الشيء راح يؤدي أنه يخل بالعلاقة التجانسية ما بين الطبقات المختلفة. لذلك نعمل شيء يدعى بالسيليكون اندكس. سيليكون اندكس المريض ضفنا له حشوة كومبوزيت من غير لون على حشوة كومبوزيت القديمة وتأكدنا من الاطباق جيد، وبعدين اخذنا طبعة لتشتغل كمسندة ومنشيل الترميم مثل ما لكم شايفين، نعزل الاسنان المجاورة، حطينا السيليكون اندكس. هلأ انا لما بطبق المادة الترميمية الناحية على السيليكون اندكس بتكون باللون مينائي شفاف، انا متاكد تماما المريض لما بده يعض ما راح يكون في عندي تداخل اطباقي ابدا، وبالتالي لن تخل العلاقه التجميليه اللي انا راح اعملها من خلال اضافه الطبقات المختلفه. لذلك هون شايفين تم اضافه طبقه مينائيه بشكل كامل على الاسنان، بعدين تم اضافه انسايزر ايدج اللي هو الوايت انيمل او الميناء الشفاف الابيض زياده البياض اللي هو بيعطيني المنطقه المينائيه عند الحد القاطع، بعدين تم اضافه طبقات العاجيه مثل ما شايفين طبقات العاجيه هي بتحجب اللون ما خلفها، وايضا لا ننسى نعمل الماميلونز ونخليها مختصره على مكان العاج، يعني تشريحيا عم نحاول نرجع السن كما هو سابقا دون زياده دون نقصان. بعدين تم وضع منطقة الجري ترانسلوسنت اللي هي تعطيني شفافية لحتى تشف الماميلونز،
ويكون عندي المنطقة وبعدين يضاف الوايت انيمل على الطبقة كتلفيح نهائي من أجل إعطاء شكل الوجه التجميلي. ونرجع بنقول بالإنهاء والتلميع ننتبه لموضوع الديبريشنز، ممكن نعمل ديبريشن هون ديبريشن هون، بالتالي ما بتلمع المناطق اللي بتلمع هي المناطق الأكثر بروزا، بحيث إنه نعطي ناحية تجميلية. هذا بنقول سيرفس تكستشر أو تضاريس السطح الدهليزي. ما بيصير نحن نعمل سن بدون تضاريس، مجرد استواء أفقي، وبالتالي هذا بيأثر على الناحية الجمالية، وهي كيف كانت الحالة قبل والحالة بعد. هيك أنا بكون خلصت لكم محاضرة الوجوه التجميلية المباشرة. حكينا بهالمحاضرة على أنماط التحضير المختلفة، البارشل فينير، الفول فينير، استخدام السنابل تحديد العمق، وكيف نحن بنعمل عملية التخريش الحمضي بنعزل الأسنان المجاور، تطبيق المادة الرابطة، ونهتم بشكل جيد بالإنهاء والتلميع مشان نقدر نعطي الناحية الجمالية، والبوليش ريتنشن لحتى يخلي عنا المريض يدوم عنده المادة المرممة فترة أطول. أتمنى تكون وصلت الفكرة، وإن شاء الله بنلتقي بمحاضرات لاحقة بإذن الله تعالى. يعطيكم ألف عافية.